روزي بطة وسي نوتي ميلي هزي روزي بطة وسي نوتي ميلي هزي بلاد الحلوة حلوة فيها الطفل وغزة بلاد الحلوة حلوة فيها الطفل وغزة روزي بطة وسي نوتي ميلي هزي روزي بطة وسي نوتي ميلي هزي بلاد الحلوة حلوة فيها الطفل لا أعزائي المشاهدين مسار باسم تلفزيون المدن من رحب تلفزيون لحم من رحب أسرة مصعناد ومنتمنى من حضراتكم أن تقضوا معنا سهرة ممتعة. هدفنا من هذه السهرة أن نكون على اتصال معكم حتى نخبركم عن آخر نشاطات والأعمال الفنية اللي بيقوموا بها مصعناد أعمالهم الفنية في الوطن وفي المهرجان العربي الدولي، وحتى نتحدث أيضا عن المشاريع المستقبل لمصر عناد ونكون على اتصال مع حضراتكم. فرحين نلعب إحنا دور ممثلين وإحنا أسرة عناد في نفس الوقت بعد إذن حضراتكم نلعب كمان دور مقدمين البرنامج. نعرفكم على ضيوف حلقتنا لهذا اليوم. بداية نرحب بالفنان نرحب بالفنانة بفنانتنا الرائعة رائدة غزالة. مساء الخير. ومنرحب بفنانتنا والإيدية وزعيمتنا مارينا برهم. مساء الخير. ومنرحب بالفنان نيكولا زريني. مساء الخير. وهذه تحية محدثك خالد المصو، وأنا يعني ما تحملونيش كل مسؤولية الدردشة زي ما قلنا، بدنا نتبادل المهمة. بداية منحب نعرف حضراتكم عن تاريخ مسرح عناد، عن نشأة مسرح عناد، حتى لما نحكي عن مشاريعنا المستقبلية ونحكي شو عم نعمل هلا يكون خلفية كيف أجى هذا المسرح وكيف كون وشو هي الأسس اللي نبنى عليها مسرح عناد. كل راح يعطون فكرة عن تاريخ مسرح. نعم، ورح تكون بظن فكرة مختصرة لأنه في كتير أشياء نحكي عنها بفكر أهم من الماضي يعني. فبلشنا مع عناد، بتذكري رائدة وبتتذكر خالد طبعا، كانت سنة 86. إحنا كنا أصدقاء طفولة يعني بالضبط طول عمرنا. خليها بيني وبينك بعدين بتعرف قديش عمرك اذا المهم انه اول مره التقي فيها فنيا كان في مخيم صيفي كنا احنا عاملينه بالنادي الأرثوذكسي في بيت جالا، وبنهاية الحفل الختامي لهذا المخيم عملنا سكتش كان يناقش مشاكل اجتماعيه بتخص بيت جالا بشكل خاص. لقد استحسان الجمهور، ومن هون بلشنا شهر بعد شهر وسنة بعد سنة نعمل سكتشات صغيرة،
وذكر رائد خلصنا توجيهي يمكن في 89 و90 و91 فترات متفاوتة. كانت أعمار يعني إحنا المجموعة اللي بلشنا في مصاعينات كنا 14 سنة بين 14 و15 يعني غالبا 15-17 سنة كنا طلاب المرحلة الثانوية. يعني خلال تأسيسنا أنا للمدارس كان تقريبا سنتين لما ننهي الدارس وتبدأ الانتفاضة الأولى وتبدأ رحنا. طيب وبعد هذا المخيم اللي كنتوا بنادوا خذوا بالسكان عندكم النشاطات كيف عنا نشاطات زي ما قلت لك خالد استمرنا بهاي الاسكات كهوة وناس بيحبوا يحكي كلمة ولقينا ان المسرح والخشبة منبر كتير جيد انه الناس يسمعوا لمشاكلنا لمشاكل الشباب في هذه الفترة. طب شو وراء فكرة رأيك يعني الاشياء اللي كنا نحكيها هذيك الفترة يعني نحكي عن سنة 87 شو هالاشياء اللي كان هاي مجموعة الشباب حابين تطرحها وتناقشها شو الموضوع يعني ناقشتو؟ يعني بفكر انه احنا كنا معنيين نطرح مواضيع اجتماعية خاصة هذا كان قبل الانتفاضة الأولى. هلا لما بلشت الانتفاضة صار كتير عيب انه نستمر كمان بدنا نعمل مواضيع سياسية بتتذكروا وعملنا ضغط ومعرضناش يعني ما بعناش على الخشبة. كانت بداية الانتفاضة ولا بس بنحب نذكرك مارينا وقت انت ما كنت سمعنا بس من المواضيع اللي ناقشنا موضوع المخدرات حكينا عن المخدرات حكينا عن الطلاق حكينا عن الزواج المبكر عن هجرة الشباب عن الهجرة صحيح. يعني هذه مشاكل كنا نشعر فيها كشباب مظلوم. كنتوا بس تعرضوا في منطقة بيت لحم ولا كنتوا تطلعوا على الخليل وعلى مناطق تانية؟ كنا في محافظة بيت لحم كنا تخصص بيت لحم بجلها بيت لحم بيت مضبوط وأعتقد بعدها دخلنا محل الثاني اللي هي إنه إحنا بدنا نكمل شو بدنا ندرس شريف صحيح. فزي ما مرة قلت إنه أنت كنت مش قوي كفاية في هذيك المرحلة إنه تأخذ قرار إنك تحترف إني أحترف المسرح بالضبط بس بعرفش إحنا أقوياء ولا هو قدر بس إحنا التنين احترفنا نعم شكرا ربنا طب احكينا من المرحلة أنا بحب هلا نعرف الجمعة عن المرحلة اللي كانت بين فترة الهواء والفترة اللي نشرب لك المية تبعت فترة الهواء والفترة اللي انتقلنا فيها للمرحلة الهنية العمل بمسرح بشكل هني يعني مرحلة اللي احنا بطلنا متركزين تماما او حتى ما كانش اسمنا عنب كان اسمه مسرح البيتجاني مسرح البيتجاني فهاي الفترة كانت متقطعة علاقتنا مع مسرح عناد لأنه كنا ندرس فهي كانت مرحلة طبيعية إنه ننتقل من ثانية للثانية في لنوصل التخرج يعني وبعدها قررنا نلتقي ونبدأ من جديد شوي شوي لما وصلنا 96 نعم في 96 كنا نشتغل في مسار أخرى كمحترفين وكان في مرحلة بلد كان الموضوع المحاسيم أكتر وبتتذكر بعد حرب الخليج في قصة صحيح نعم. وكان كتير صعب خالد تمرخ على القدس وتروح على بروفاتك وفي هاي الفترة انه نحكي عن حالنا كشباب وقعدنا نقرأ كتير نصوص اكتشفت نص جسر للأبد مزبوط غس كنفاني نص كتير بجنن كتير حلو وبعد ما يعني قرأناه بأسبوع وقررنا قلنا مش مهم فيش ميزانيات ولا إشي بس نعمله وبعد بأسبوع زي مفاجأة كبيرة صارت لنا وصار في تعاون مشترك مع مؤسسة مسرح الثانية نعم وخلال شهرين في غرفة بيضة هيك استأجرناها كان عندنا عمل في بيت سحور بداية مسرح عناد الحقيقية يعني اللي من جسر للأبد أول مرحلة بدت جسر للأبد يعني إحنا بنعتبر هذا اللقاء كأنه إحنا منعيد ذكرياتنا كأنه حاملين ألبوم ومنعيد ذكرياتنا بس منا نحن بصوت عالي ونذكر بصوت عالي شو عملنا حتى الجمهور عرف تاريخ مؤسساتنا الثقافية خاصة اللي هي بس في كمان مرحلة عقد إنه سنة نحكي كمان عام 93 كمان في فترة رجعنا التقينا فيها مع بعض صحيح لما انت خلصت دراستك ورجع شيلي ورائدة كانت خلصت دراستها بالمعهد بالقدس خلصت دراستي الجامعية وعبير دو كانت مخلصة دراستها بالمعهد التقينا
وبرضه اشتغلنا مع بعض بالرغم من انه كل واحد فينا كان ملزم بالعمل بمؤسسة تانية. نعم. اشتغلنا وعملنا عضو، وبتذكر انه عرض تصريح. أيوة. اللي هو كان عرض استعراض لنا كوميدي. نعم. وبرضه بناقش قضايا اجتماعية، وكان معنا الفنانة عبير صنصور كمان تعمل وصلات غنائية. نعم. معنا. فبرضه هذا تنقل كتير بتذكر. نعم. رحنا في رام الله وبيت حنينة والرملة واللد وطول كرم وريحة. عرض أريحة طلعنا الصبح على فكرة بكير، بنحب نقول للسادة المشاهدين، لأنه فعلا المسرح ما جاش من فراغ، جاء من سنوات تعب. يعني من إحدى الأشياء اللي صارت معنا أنه يوم طلعنا على عرض أريحة. أه. المسرح الفريحة، شو اسمه هذا المسرح الكبير؟ مركز الثقافي. مركز ثقافي. فطلعنا بكير ونحن الديكور وإلى آخره، وكان رمضان. صحيح. كان رمضان وكنا جاهزين، دخلنا على الكواليس، لبسنا الممثلين بعد الفترة نستنى مرأة ساعة ما جاش حدا، فكينا الديكور رمحتوه وعرضتوش. ما عرضناش. ما كانش في حدا. بس في نفس الوقت في طول كرم ودعوك ومزفع. صحيح. بس كنتوا يعني تواجهوا مشاكل من الناس، خاصة الممثلات، في فترة الانتفاضة الأولى وفترة لما بديتوا الاحتراف كمسرح عيناد. أنا بفكر يعني هي شغلة هالقد واضحة في مجتمعنا إنه هذا الإشي مش كتير سهل، يعني بفكر كمان للشباب مش سهل. فهي مقاومة، يعني إحنا فلسطينيين بشكل عام إحنا احترفنا المقاومة. فبصفت انه يعني جزء من المقاومة انه انا لا، هذا صح وهذا لازم يصير. ولما الواحد يكون مقتنع انه هذا الصح وهذا اللي لازم يصير، يعني في حلم من وراء الشيء، الكل يعني بتغير حواليه. في عنادة. في عناد. هذا على الأكيد. طب أنا هذا بس بدنا كمان نخبره للمشاهدين، يعني من وين أجا عناد؟ بدام اسمكم كان بالأصل فرقة المسرح البيت تجالي، كيف جبتوا؟ اسمنا كان بالأصل. أنا مقدم. عمالي رفوض بالمقدم. عناد المضبوط أجت. شوف احكي لك بصراحه، انا شخصيا مش متذكر بالضبط امتى قررنا انه يكون اسمنا عناد، بس بتذكر انه وقتها لانه واجهتنا مشاكل، ولانه كان في حكي كثير يدور حوالينا بفترتها انه شو هالشغل وشو هالمسرح وشو هالناس بتطلع على المسرح، اللي بيطلعوا على المسرح وبيروحوا على الشوارع يعملوا عروض للاطفال. فبفكر اصرارنا على الاستمرار بالرغم من كل المشاكل الاجتماعيه، خلينا نحكي اللي كانت حوالينا، من هون اجى عناد. متهيألي في سبب تاني كان لما كنا نعمل هاي الجلسات انه كان في عنا حاجه لتغيير اسمنا. نعم. لانه وصلنا مرحله انه احنا مش بس بيتجاليين. نعم. فصار انه طيب احنا بدنا المجموعه تضم ناس اكثر، نتوسع اكثر، ننتشر اكثر. ففي هذيك المرحله كان لازم نختار اسم، وكنا مقتنعين تماما انه هي موضوع نادي احنا، يعني عشان هيك مستمر. يعني لو احنا استمرينا بفرقه المسرح البيت تجاني ما كانش بنقدر نكمل المشوار بنفس الاسم. لا يعني هو الاسم الاسم هو مجرد اطار لشو عم بصير، بس هو تحدي اللي تحدي صارت. بس الاسم فعلا بس دوري. الاسم له دور مهم طبعا. يعني بتصور خلال السنين الماضيه اسم مسرح عناد واسم عناد بالذات اعطاه كمان دفعه لقدام، انه الناس يحسوا قديش في اصرار وفي تصميم انه تستمروا، فساعد كثير. انا قبل بس ما اسال مارينا عن دور مسرح عناد خلال يعني آخر ثلاث سنين، يعني ثلاث سنين ولغاية الآن وخلال الأحداث، يا ريت إحنا عم طبعا تليفون. إحنا بدنا نعطي المجال للمشاهدين أن يتحدثوا معنا. نعم. طبعا أكيد في تليفون. ألو مساء الخير. ألو. ألو مرحبا. يا هلا، مع مين عم بحكي؟ أنا. ألو مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. أنت أشارك؟ تفضل. أول شيء بهنيكم على هالتجربة المفيدة هاي، يعني إن شاء الله ربي للأمان. مين بحكي معنا؟ مين بحكي الأطفال؟ عفوا. بتمنى كمان إنكم تواصلوا نشاطاتكم في خاصة في هالفترة هاي. نعم.
بس برجو انكم تكثروها خاصه يعني مع المدارس. نعم. وكل جهتين المدارس الحكوميه والمدارس الاهليه. مين بيحكي معنا؟ هلا. مين بيحكي معنا؟ ليلى. ليلى من وين؟ من دجلة. دجلة. اهلا ليلى. شكرا يا اخت ليلى للمشاركه. شكرا. كنت بدي اسال كيف التقيتي مع مسرح عناد؟ كيف انضميتي لهي القافل؟ مسرح عناد على فكره معنا مجموعه شباب انضموا على فترات فعلا يعني. نعم. البناء الطبيعي تبع مسرح عناد يعني إنه كنا اربعه صرنا سبعه تسعه وكله عم ينضم بشكل كثير يعني بفهم انه احنا الهيئه التاسيسيه كانت عنا الابواب مفتوحه للجميع ولسه مفتوحه مفتوحه عمره ما راح يكون مسرح مسكر ركبت الباص مع مسرح عناد وتورطت وصارت من السواقين يعني مش بس المضبوط انه ارتباطي مسرح عناد حصل بالصدفه انه انطلب مني اترجم في ورشه للكتابه المسرحيه اللي هي بيقوم فيها مسرح عناد بالتعاون مع المسرح الملكي البريطاني. ومن خلال هاي الورشة تعرفت أكثر على أعضاء مسرح عناد. أنا كنت طبعا أعرفهم وأعرف شو اللي بيسووه بس ما كانتش علاقة قوية تربطني فيهم. بس من خلال هاي الورشة اللي كان مدتها حوالي أسبوعين كمان بالتعاون مع مسرح القصبة تعرفت على مسرح عناد، عرفت إيش اللي بيعملوا، حسيت إنه في مجموعة عندها يعني حلم وبدهم يحققوا. حسيت إنه هذا الحلم كتير مهم لكتير أطفال ولكتير شباب اللي يخلق عنا نوعية مختلفة من الأجيال، أجيال تحب المسرح، أجيال بتحب الفن. فما كانش إلي علاقة نهائي في المسرح، بس بعدها انطلب مني انه اذا بحب انضم لمسرح عناد، خاصة انه ما كانش في مجال لأشياء إدارية كتير. فمن خلال هاي الورشة تعرفت على مسرح عناد وانضميت لهم اللي هو كان في حوالي في 97. رائدة اجاكي تلفون. اهلا اجاكي تلفون. الو الو ايوة مين معنا؟ هلا مين؟ نور علي من الخضر. اهلين اهلين، كيف حالك؟ احنا بنموت على الخضر على فكره. في عليكم في عندنا شخص كتير كتير عزيز علينا وساعدنا كتير خلال الفتره السابقه، هو ابو خضر سواء تاكسي. ابو يعقوب خالد صبيح. ابو يعقوب خالد صبيح هو ولا في الحج. نعم. ان شاء الله برجع بالسلامه. يعني ناضل معنا بشكل مش معقول انه نوصل منطقه الخليل للعروض، يعني كان ينزل ويطلع محلات ما حدش بيعرفها. وعروض حلوه كثير عملناها بالخضر كمان يا نور. تفضلي يا نور. شو تفضلي؟ انا بحكي مع عمو خالد شوي. تفضلي. عمو خالد احنا بنشكرك كثير كثير كثير، كل اطفال الخضر. عفوا. على المسرحيات اللي سويت لنا اياها بالدير الا كل محافظه بيت لحم. عفوا. وبعدين احنا تشجعنا على الركض لما كنت تركض باب الدير. شو مسوي؟ بس لهون. شكرا. كبيرة ركز. الله يسلمك. ركز. حلو، انت بتحب ترقص. بس لهون. شكرا. فازن انا بدي انسحب هلا. مارس الهواية. مش علاقة انا هلا بالرأي. نتحدث عن مسرح عناد خلال آخر 3 سنوات ودور مسرح عناد حاليا في هذه الانتفاضة. أكيد كمؤسسة كان في لنا دور. طبعاً. يعني إحنا تحولنا لمؤسسة، إحنا ما كنا مؤسسة. طبعاً. صحيح. إحنا يعني مرينا بمشوار طويل على بين ما وصلنا لمرحلة إنه نكون مؤسسة أو مركز للمسرح والفنون. والتسجيل تبعنا كان في وزارة الثقافة في 98، بس احنا من قبل هيك كنا نشتغل ونقدم عروض ونروح للأطفال وين ما يكونوا. هلا خلال الثلاث سنين الماضية وخاصة خلال السنة ونص الماضية كان في فترة كتير صعبة بمر فيها القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية نتيجة القصف المستمر على البيوت وعلى المدارس وعلى المؤسسات. وكان لمسرح عناد كان مفروض انه يقرر هل بيقدر
يقدم خدمات لهدول الأطفال اللي هم بيعانوا نتيجة الصدمات النفسية اللي بتعرضوا لها ونتيجة العنف والخوف اللي بيعيشوه بشكل يومي. فإحنا في الفترة الماضية اللي هي السنة ونص الماضية، خاصة بعد ما انقصف المسرح عندنا في مسرح عناد في بداية في آخر سنة الدين بشهر عشرة بالضبط، قدمنا بدود 200 عرض في مناطق الخليل ومناطق بيت لحم وبعض المناطق في رام الله، ومش اللي كان الوصول لهاي نتيجة الإغلاقات، كان كتير صعب إنه نوصل لهاي المناطق، بس كان في دور مهم كان لازم نقدمه لحوالي 150 ألف طفل اللي كانوا بحاجة إن يشوف بسمة على وجوههم إنه محب بشوية فرح حتى لو كان لمدة ساعة أو ساعة ونص. ناس فكركم هذا وقت وهل العالم بصرف هالوضع اللي بنقتل واللي في البداية كنا خايفين يعني كنا خايفين من ردة الفعل هاي مظبوط صح. هذا اللي خلانا في بداية الانتفاضة هيك يصير عندنا زي فترة توقف اللي مش عارفين فيها شو بدنا نسوي، هل مناسب نستمر مش مناسب نستمر، ورح نستمر في الحديث بعد ما نأخذ المكالمة. هذا لك التلفون يلا. الو مساء الخير. مساء النور. مين معنا؟ اسراء. مين؟ اسراء خليل. اسراء خليل؟ من وين يا اسراء؟ من وين؟ من وين؟ من بيت صفافة. بيت صفافة. اهلا وسهلا. اهلين. كيفك يا اسراء؟ مبسوطة. في اشي بدك تسألينا اياه ولا حابة تحكي اشي معين؟ بدي اهنيك عن برنامج. شكرا لك يا إسراء. شكرا. شكرا يا إسراء. شكرا لمتابعتك إلنا. على فكرة من على صوت بيت صفافة في عنا مفاجأة من نحكيها يعني. طبعاً. عن بيت صفافة. عن بيت صفافة. من بيت صفافة. من بيت صفافة. بس قدرنا نقنع الجمهور لأنه إحنا كنا مقتنعين بالرسالة بنقول فيها إنه إيش عم نعمل هو جزء لا يتجزأ من مقاومتنا ومن حياتنا اليومية ومن نظام. من نظام. طبعاً. بالضبط. وكل في ميدانه وكل يعني بحمل سلاحه على طريقته. عشان هيك عملنا زي سميناها خطة طوارئ، كان عندنا وعرض طوارئ اللي عملنا عرض خاص لهاي الفترة للأطفال. انت حضرت رائد اظن فيديو ل يعني رايحين رايحين هلا نورجي جمهورنا بس بعض من العروض فتره صغيره من بعض العروض من السنه الماضيه خلال شغلنا مع الاطفال خلال انتفاضه الاطفال. نعم. خلال انتفاضه يا ريت لو نشوفها مع بعض. عالم العالي رمز جهادي، عالم الغالي فخر بلادي، عالم العالي رمز جهادي، عالم الغالي فخر بلادي، بيدي 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 ودمي، بيدي 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 ودمي، بيدي 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 ودمي، بيدي 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 ودمي.
يخطف حرا فوق القمم وأنا دوما أحمي علمي. يخطف حرا فوق القمم وأنا دوما أحمي علمي. بيدي 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 ودمي. بيدي 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 ودمي. بيدي 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 ودمي. بيدي 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 ودمي. ليلى 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 مرة تانية من مسي على المشاهدين في دردشة مع أسرة مسرح عناد، وشاهدنا مجموعة من الفعاليات اللي قام فيها مسرح عناد خلال فترة الانتفاضة الأشهر السابقة الماضية، والفعاليات كانت في مسرح عناد وفي مناطق مختلفة في محافظات الوطن. ومارينا بدها تحدثنا عن برنامجنا خلال برنامج عروض مسرح عناد وإيش عم بيقوم في نشاطاته، بس بعد ما نأخذ هالمكالمة. مساء الخير. مساء الخير. ألو. مساء الخير. كيف حالك أستاذ خالد؟ يا هلا، مع مين عم بحكي؟ عرفت مين أنا؟ لا لا لا. رضا أبو سنينة. رضا أبو سنينة. هدى. هدى ولا رضا؟ للأسف انقطعت المكالمة الهاتفية، بس على ما أعتقد إنه ها كانت من باتنا في مدرسة الملوين لما كنا نعملها تحية. نعم، فأبداً في تعليم. ما خلينا نعرف شو عم بيعمل مسرح عناد. يعني هل بس أنتوا تعملوا مسرحيات للأطفال؟ لا طبعاً لا. احنا عندنا برامج مسرح عناد، في منها برامج مستمرة اللي هي لنا حوالي سنتين ونص ماشيين فيها، منها تدريب الدراما لمجموعات، في عندنا 7 مجموعات، في اشي منها في مدارس، وفي مجموعات عندنا معها قرية الأطفال لكن ما استمرناش بسبب الأوضاع اللي صارت، وفي عندنا مجموعة كمان في الخليل اللي كمان بدينا معهم لكن بسبب الإغلاقات وصعوبة مش إلا الخليل للأطفال اللي بيجوا من مناطق ما نكمل معاهم، لكن إن شاء الله في نكمل. الثاني اللي إحنا مستمر اللي هي ورشة تمرار، في عنا عابدال هاي الورشة مع بالتعاون مع مسرح الملك البريطاني، وهاي ورشة كنا أكتر عنها بجوز رائدة كمان شوي. فينا كمان ورشات عمل احنا بنسويها استمرار لتطوير الفريق، تطوير فريق مسرح زمان اطفال، في مرات دورات باليه، في عنا دورات للايقاع. رح نبدا السنه ان شاء الله جديد كيف في اخر البرنامج عن مشاريعنا للمستقبل، فرح نقول لكم عن مفاجاه للاطفال في اخر البرنامج. وفي عنا الإنجازات اللي هي من الكبار ومسرحيات للأطفال بنقدمها في كل المناطق في 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 فلسطين وخارج فلسطين. أنا بخاف إنه بس الجمهور المحلي أو جمهورنا في المحافظة ياخذ فكرة إنه بس مسرح عناد هو مسرح فقط مرتبط بنشاطات الأطفال ومسرح الأطفال، ومسرح عناد هو عكس، يعني نشن عكس ذلك. يعني احنا ولكن هو بيمشي خطين بالضبط متوازيين. يمكن السنه الماضيه كان شوي نسبه الشغل مع الاطفال كبيره لانه كان في حاجه زي ما قالت مارينا، حاجه ضروريه جدا الشغل بالزبط. مع الاطفال، بس احنا بنشتغل بشكل يعني مع بعض متساوي، انه في عنا شغل للاطفال وانتاجات للاطفال، وشغل للكبار وانتاجات للكبار، وفي ورشات عمل للاطفال ورشات عمل للكبار. زي شو تقصد للكبار؟ يعني زي ورشه الكتابه المسرحيه. نعم. مثلا والآن اللي انتجت الكبار
في أشياء كانت في عنا طبعا في عنا جسر الأب، عنا مسرحية ورقة من رملة، في عنا مسرحية وبعدين اللي أنتجناها السنة الماضية، في عنا مسرحية بعد الزواج، في عدة مسرحيات اللي هي بتهدف للسن 14 ما فوق. نعم. فهاي موجهة للشباب، للجمهور الكبار الدين. نعم. فهي تمشي بشكل متوازي مع تركيز على القلب. هلا السبب انه احنا نركز على الاطفال انه احنا بنحاول نخلق جيل جديد للمستقبل يحب المسرح، يحب يروح يحضر مسرح، يقدر اشي اسمه فن في جميع انواعه مش بس المسرح. يعني فعشان هيك احنا بنركز على الشباب وعلى الاطفال. هذا ما خلي مكالمة هاتفية. عفوا. انا مساء الخير. ألو مساء الخير. مين معنا؟ محمد بن الخضر. أهلين يا محمد. أهلا مساء النور. أنا بحبك. وإحنا بنحبكم كثير. وإحنا بنحبك حبيب قلبي. أنا شفتك مرات بالخضر. شفتني بالخضر وأنا كمان شفتك. أنت هو؟ أوكي حبيبي سلم. شكرا للمشاركة. تفضل. كذي عشان عيد الحب. يا حبيبي كل سنة سالم حبيبي. سلام شكرا. عيد الحب معنا حاطين الورد الأحمر. تفضل يا رائد. تعمل المداخلة. متأثرين في عيد الحب. لا المداخلة إنه يعني إحنا بنحب كمان نحكي عن مشاريع نعملها جوا البلد وبرا. واحدة من هاي الأشياء اللي إلها علاقة كمان بفال وهي مشروع لبناء قيادات فنية جديدة للمستقبل. للسنة الثانية السنة الماضية قمنا بمخيم الصيفي للموهوبين اللي بعمد على اختيار 15 طفل من مؤسسات مختلفة بتعتني بالطفل بمواد مختلفة فنية. نعم. ومنشتغل معهم مدة أسبوع هون وبدربوا بعض ونجيب له مدربين. بعدين بناخذ ال 15 طفل وبنروح فيهم على مصر ل 15 طفل في مصر كمان وبندمجوا مع بعض لمدة أسبوعين تبادل ثقافي فني. وفني معرفة وفي تليفون. لحالكم خذوا التليفون. ألو مرحبا. أهلين حالكم؟ الحمد لله. مين معنا؟ ميرنا الهالي. أهلا ميرنا. واحدة من بناتنا. الحمد لله مبسوطين. كيفك أنت؟ منيحة كتير. بمناسبة أرحب حالكم قلبي يا حبيبتي. سلامة قلبك يا حبيبتي. سلامة قلبك. كتير حبيت إني أشارك في رعناد ودخلت لأني كنت حابة. وإحنا مبسوطين كتير إنه سمعنا صوتك يا ميرنا ومنشوفك بكرة يوم ولا الجمعة. يوم الجمعة المفروض تكوني عندنا بالمسرح. بالضبط. طب ميرنا قولي لنا أنت لما بتشاركي مع مسرح عناد شو الخدمات اللي بتاخديها من مسرح عناد؟ شو الأشياء اللي استفدت فيها من مسرح عناد؟ استفدت كيف إنه أحافظ على الحجم أو التوازن. شو توازن الجسم يعني خالد. يعني قصدكم انتم بتعملوا التمارين. تمارين درامية. وشو كمان بتاخذوا في الحصص يوم الجمعة انتو؟ نعم. ايش بتركزوا في الحصص يوم الجمعة لما بتيجوا على عنود على تدريب الدراما؟ بنركز على اشياء منها انه كيف يعني انه لازم نركز في ال يعني لما نشتغل في الاشياء. ممكن هذيك المره كمان عملت ضحيه حلوه كثير يعني كل جيراننا يحبوها حلو وكثير قاعد يحكوا لي شفناكي ويعني هيك. طيب كثير حلو يا ميرنا. شكرا لك. مسرح عناد عشان دائما جيرانكم يشوفوك ويحبوك. شكرا لك. شكرا. فعلا المسرح عناد عم بياخذوا كثير مش بس الاطفال الملتزمين بشكل عام. طبعا. طب شو قصه المخيم الصيفي اللي بلشنا نحكي عنه؟ يعني زي ما قلت انه يعني احنا بنحاول من خلال هذا المخيم اللي هو تبادل ثقافي فني من دولتين عربيات لاول مره بصير بهاي الطريقه. نعم. مع اطفال مميزين. نعم. يعتبروا مميزين بفنونهم موهوبين وموهوبين وبتبادلوا وبيبنوا بهاي الطريقه بيبنوا شخصيتهم
للمستقبل كقيادات فنية شابة يعني. وغير هيك المخيم الصيفي مهم جدا بالنسبة لمسرح عناد وبالنسبة كمان للمؤسسات اللي نشتغل معها. احنا السنة الماضية والسنة هاي اشتغلنا مع حوالي 8 مؤسسات فلسطينية، فهاي شبكة اتصالات قوية وعلاقات قوية بيننا وبين هاي المؤسسات. شو هذا العام نشوفه على التلفزيون؟ احنا هدول الطفلين من معهد الموسيقى ريم وونيس، هدول الطفلين شاركوا للسنة الثانية في المخيم الصيفي، وفي السنة هاي كانوا مش مشاركين فقط، كانوا مدربين. كانوا بيدربوا الأطفال على الموسيقى. هذه إحدى الجلسات، إحدى السهرات شكلها، سهرة في الليل اللي عم نسمع موسيقى. هذا في مصر. في مصر. نعم. في منطقة المنيا. جميل. في الصعيد. في صعيد مصر. صعيد مصر. نعم. كان معكم كمان محمد عواد اللي هو أحد أعضاء كمان مسرح عنا. طبعا. نعم. وهون في ورشة تصنيع دمى. كان كنا عاملين راقص عصا، هذا يعني صعيد. تحطيب. كان في ورشات اللي الأطفال الفلسطينيين كانوا يتبادلوا فيها مع الأطفال المصريين خبراتهم، فكانوا الأطفال يعلموا الأطفال. ففي ورشة دمى الخيال الأطفال المصريين كانوا يعلموا الأطفال الفلسطينيين، وورشة تصنيع دمى من المواد البالية كانوا الأطفال الفلسطينيين يعلموها للمصريين. فكان في عندنا نوعيتين من الورشات. هذا المخيم الصيفي إن شاء الله إحنا إذا كان عندنا استمرارية فيه وكان في له تمويل، فإحنا بنحب كتير نكمل مع هدول المجموعة، لأنه بدنا نخلق قيادات فنية للمستقبل. في شباب اللي شاركوا معنا السنة الماضية والسنة هاي اخترناهم لأنهم كانوا مميزين وكانوا عندهم روح المبادرة وبتحملوا مسؤولية روح القيادة. جميل جدا هاي الورشة. رسموا أقمشة كبيرة جدا، وكانت المفاجأة في الأخير إنه المدرب تبع الرسم خلاهم يقصوا كل هاي المواد ويعملوا منها أزياء، وعملوا منها عرض بجنن، عرض أزياء يعني، وعملوا مقدم يعرض الأزياء ويحكي شو هي. كان كتير حلو. رح نشوف كمان شوي أظن جزء من عرض الأزياء. يعني هذا البرنامج مليان بالفعاليات مختلفة كتير. كله ورشات فنية. هذه ورشة الرقص التعبيري. يعني هم يدربوا بعض دبكة. من يعني كيف ممكن احنا دربناهم دبكة، المصريين دربونا رقص بالعصا، وكان في ورشة للرقص الحديث للأطفال الفلسطينيين والمصريين مع بعض. المخيم الصيفي قديش؟ ثلاث أسابيع، أسبوع بيكون في فلسطين، أسبوع تحضيري، وأسبوع في مصر تحضيري، وبعدين بناخذ أطفال فلسطين وبنروح على لمصر وبنحاول إنه ننسق لهم برنامج فيه ورشات عمل فنية زائد برنامج سياحي وبرنامج ثقافي يتبادلوا مع بعض. هذا التمثيل هون. نعم. في كان جزء درامي. هذول الأطفال اللي باخذوا تدريب للدراما. طب كيف تختاروهم؟ مش احنا اللي بنختارهم الأطفال بيختارهم مؤسساتهم. احنا على اتصال مع حوالي 7 أو 8 مؤسسات فلسطينية في كل مناطق الضفة وقطاع غزة، وفي 4 مؤسسات مصرية في منطقة المنيا. كل مؤسسة بترشح لنا أطفالها المميزين والموهوبين اللي يشتركوا معنا في هذا المعسكر. معسكر بلا اسم للفنون. وزي ما شفنا انه معسكر بلا اسم للفنون. اول سنة كان فيها المعسكر هي سنة 2000. اول ورشة عمل مصرية فلسطينية عملناها كانت من ضمن التعارف انه يختاروا اسم لمعسكرهم. ففي النهاية ملاقوش ولا اسم. هذا على حكيهم انه ولا اسم هالقد بعبر وحوي قديش غني مع مخيمهم. فقرروا يسموه بلا اند الفنون. ومعنا تليفون اظني. الو، مساء الخير. مساء الخير النور. مع مين عم نحكي؟ ضحى شويكي. ألين يا ضحى، كيفك؟ أنت من وين؟ أنا من سمير أمير. من سمير أمير. والله كتير منيح. إحنا منعرفش أنه نوصل القناة بيت لحم توصل سمير أمير، فكتير حلو. أنت تعرف في مسرح عناد يا ضحى؟ تعرف في مسرح عناد؟ أعرفه. وين حضرتي لنا؟ على التلفزيون. على التلفزيون.
أوكي. ان شاء الله بنيجي بنعرض عندكم بس تفتح الطرق يا ضحى. تعالى لنا مدرسة العهد. مدرسة العهد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا ضحى. باي باي. كثير مهم. انا بقول كمان وسائل الاعلام مثلا هذا اللقاء يعني نتفضل في تلفزيون بتلحم باستضافتنا هون يعني بخلينا يعني هذا هو الهدف. مثلا يمكن هاي الصبية ما حضرتش بشكل مباشر ولكن من خلال وسائل الاعلام تعرف مهم يعرفوا صح. الناس والمشاريع اللي بيقوم فيها يعني انا بعتقد عنها. كمان هذا يعني انه نقول انه المؤسسات في بلد عم تشتغل مع بعضها يعني وهي شهاده كمان للتلفزيون بيت لحم انه هو ساعدنا كثير في مسرحياتنا وبالشغل انه ساعدنا لمواد للعروض بالضبط ونقل يعني. حتى نقل فعالياتنا اللي بنعملها لجمهورنا. من الشارع للجمهور وللاطفال على التلفزيون بس في نقص لسه في نقص في الوسائل في التغطية الإعلامية خاصة من وسائل الإعلام المكتوبة احنا يعني اليوم ماخذين راحتنا حالنا من جوة حالنا ما حشلوا علينا فاحنا ماخذين الهواء. طيب شو رأيكم ننقل للعروض في مصر؟ نعم كتير مهم. احنا في اول سنة عملنا فيها المخيم في مصر هذا كان سنة 2000 بفكر طبعا لفينا في منطقة المنيا في عدة قرى من قرى الصعيد. المنيا هذه وين تقع في مصر؟ هي سمعنا أخبار عن المنيا قبل فترة. مضبوط هي في شمال مصر. نعم. هي في بس حسب معرفتنا هي الجنوب. هي يعني لأنه في تلفون من المنيا على فكرة. ألو. ألو. غسان عمية. أهلا يا غسان. غسان. كويسين. تفضلي غسان. شكرا غسان. هذه شهادة أحد أطفال مسرح عناد اللي نعم. مجموعة التدريب اللي بتيجي يوم الجمعة على المسرح اللي هي مجموعة عنود. غسان من الأطفال اللي دائما ملازمين لمسرح عناد وبيساعدنا كتير وبتواجد كتير في فعالياتنا وإحنا كتير مبسوطين إنه المجموعة اللي مشتغل معها في المسرح بتحس إنه هي جزء من مسرح عناد فهاي بيقلل المستقبل. السبب الرئيسي اللي إحنا استمرينا خلال كل هالأحداث الصعبة اللي عم نمر فيها هو تواجد الأطفال حوالينا. طبعاً. وعلاقتنا مع الشارع يعني. مع الناس. الناس مع المجتمع. كتير داعمين يعني. نعم. طيب شو وصلكم كنا نحكي عن مصر شو وصلكم نرجع على مصر وعلى الصعيد 5 ساعات من القاهرة تقريبا صحيح فزي ما حكيت لك انه المخيم الصيفي هو اللي اعطانا الفرصة انه نتعرف على هذيك المنطقة على قراها وعلى المشاكل المجتمعية اللي بواجهوها الاطفال في هذيك المنطقة حسينا انه في زي تقارب في اشي مشترك بين اطفالنا واطفالهم هي معاناة من نوع يمكن مختلف بس في معاناة من في اطفال المنطقة هذيك اطفال المنيا فقررنا انه ليش لا ما دامنا في سنة 2001 موجودين للمخيم الصيفي في منطقة المنيا ليش ما نحاول نعمل جولة عروض من عروضنا اللي بنعملها للاطفال هون في فلسطين عندنا ونحملها لاطفال مصر لانه بتتخيلش خالد انه بس تتخيلش في مصر وام الدنيا وام الفن ولا فنان بوصل لمنطقة الصعيد فنان مصري للأطفال يعني وخاصة للأطفال مصر الفن والتمثيل والمعاهد في القاهرة في القاهرة مسرح تعمل تجيبونا من هون كنا أول فرقة مسرحية استعراضية بتزور هاي القرى وبتعرض في المدارس في الساحات العامة في سينما مهجورة يعني محلات كان مهم جدا انه نعرض لهدول القرى ولهدول الاطفال لانه المعاناة اللي هم بيعيشوها بتختلف شوي عن معاناة الاطفال الفلسطينيين لانه هم اطفال محرومين حتى من اشياء بسيطة جدا حتى منهم يعني فلما تشوف عيون الأطفال هم يحضروا في العروض يعني. كان في حاجة كبيرة وحسينا أنه مهم نعمل فيها يا ريت نشوف شوي من عروضنا في مصر كراكوز وفي المنيا بالذات من عروض كراكوز
إذا المخرج بيسمح لنا يعني. وهلا مع بعض بدنا نرقص ونغني ونقول يلا نعمر يا اصحابي بيوت صغيره في وطننا. اللي ساعدوا ساهموا في تسجيل مدينة الكنوار قلنا فينا وحملين معنا سلام كبير من أطفال فلسطين ونهديكم إياه، وهيك بالمقابل إذا بتحبوا ناخذ معنا سلام منكم لأطفال فلسطين. وفين برافو 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 من مصر ومن المشاركات في جنات في عروض الأطفال ننتقل لمشاركات مسرح عناد من خلال عروضه المسرحية في الدول العربية، ونذكر منها مشاركاتكم في عمان وفي مصر. عمان ومصر بس بعد المكالمة الهاتفية على السريع إذا ممكن. مساء الخير. مساء. تفضل. أول شيء بدي أحييك مع احترامي كل الموجودين، بدي أحييهم برضو معك. نشكركم على كل جهودكم المبذولة ولكم كل احترام وتقدير، وبصراحة بنعجز عن أي كلمة بنقدر نوصفها فيكم. شكرا لك. أنتم تبدوها كرمال الشعب الفلسطيني ولأجل الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف برئاسة قائدنا حفظه الله أبو عمار. الله يسلمك. مع مين بنحكي عفوا؟ بتحكي مع ناصر أبو دياب من سكان القدس. أهلين. شكرا لكم الشيق والحلو، نتمنى منكم دوام التقدم والنجاح. شكرا. شكرا لك. وانتو بالنسبة لنا بترفعوا راسنا وتكونوا في المقدمة. الله يخليك. شكرا لك. نتمنى برضه منكم تلاميذكم ونكون معكم وكل مجالاتكم تكبر تتعزز. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا لك يا اخ ناصر. الله يخليك. شكرا لك. طلب انه تفضل نشاطاتكم ما تلاقيلهاش مثلا دعايات على التلفزيون، انه في مثلا لكم عروض وشغلات زي هاي. نعم. وبنفس الوقت انه
إذا في مجال مثلا لتقوية الأشخاص مثلا اللي بيقول مثلا شعر الجيد الأغاني شغلات زي هاي، لأن أنا يعني بكتب إلي شغلات هواية تفضل، بس ما فيش هناك الدعم الشخصي اللي يساعدنا لتقوية هاي الشغلات، ولا مين ممكن واحد يتوجه وكيف ممكن الواحد يتداير إذا في عندكم رد أو إرشادات لهي الشغلة؟ إن شاء الله لكم جزيل الشكر. شكرا شكرا لك. تفضلي مارينا. احنا كنا نحكي عن مشاركتنا في مهرجان القاهرة الدولي بس نعطي إجابة سريعة على المضبوط. احنا في مراكز ثقافية كتير اللي ممكن الواحد يتوجه لها عشان يطور قدراته الفنية في جميع المجالات. هلا انا بعرف انه في اتحاد للشعراء الفلسطينيين، وشعراء الفلسطينيين اتحادهم موجود في بيت لحم، فإذا أنت بتكتب شعر يا أخ ناصر ممكن تتوجه لهم لأنه بيساعدوا مرات في نشر الشعر. وإذا ما حيتوجه لنا، يتوجه لنا في بيت جالة، وممكن إحنا نشوف إيش اللي بيكتبوا وممكن نشارك في الورشات اللي بنعملها. يعني الخطوة الأولى أنك تزور مسرح عناد وتتعرف علينا، وقتها بنقدر نحكي بهذا الموضوع عشان نكسب الوقت، لانه الوقت عم بمر بسرعه. نكسب الوقت ونتحدث عن مشاركات مسرح عناد في المهرجانات العربيه. يعني يمكن يعني جمهورنا سمع عن مسرحيته بعدين. احنا عملنا مسرحيته بعدين عن الوضع. نعم. عن اللي هي من اخراجك. من اخراجي. نعم. وطبعا من شغل مسرح عناد. نعم. تاليف جماعي كان. تفضلي كمان. خالد لا بس مسرحيته بعدين اللي بيميزها انه هي كانت تحكي عن لحظات انسانيه كثير حساسه اللي الكاميرا ما بتقدر تنقلها بشكل التلفزيون اللي بنشوفه يوميا. فاحنا حبينا نحكي عن اشياء كثير صغيره انسانيه بسيطه هي تعتبر بس مهمه جدا، وجمعناها مع بعض وطلعنا في مسرحيه اسمها وبعدين، ورحنا فيها على المهرجان الدولي في عمان، وقدرنا نوصل فيها على المهرجان التجريبي القاهرة الدولي، وعرضنا هناك كاستضافة من مصر، وكانت عروض كتير مميزة، العروض الفلسطينية كمان بشكل عام. وحتى اتفاجأنا بعد ما رجعنا، احنا ما كناش في المسابقة، تفاجأنا انه جائزة انه ماخدين جائزة. كيف اخذنا الجائزة ما عرفناش لانه مش في المسابقة، بس النقاد المسرحيين ومحبي المسرح في لجنة تتعب نقاد المسرحيين في مصر اعتقدت انه احنا عرضنا كان كثير مميز. نعم. واعطونا جائزة احسن تقنيات مسرحية. تقنيات مسرحية. طب نشوف عرضوا بعدين او في القاهرة. بعدين في القاهرة كان في عرضين فلسطينيين، كان في عرض لمسرح القصبة وكان في عرض مسرحيته بعدين. نعم. لعينات. يومين بس.
تضيع المشاجر عادة نشوف العالم بعد نهاية أي عرض مسرح ضيفه مثلا ممكن لا احنا قررنا نضيف حجار بعد العروض لأنه حسينا أنه مهم اللي شاف المسرحية واللي عاش المعاناة معنا لأنه مسرحيتنا مش مجرد شاهد عمل مسرحي هي عبارة عن مشاركة فعلية من الجمهور بس عم تطلع فيه خلينا نوخذ التليفون الو كيف الحال؟ الحمد لله يعطيكم ألف عافية الله يعافيك مين معنا؟ مع جوني زين أهلين يا جوني كيفك؟ الحمد لله مرينا أول شيء أنا لازم أحكي لكم أنا هلا يعني كثير مبسوط أول ما شفت البرنامج يعني مع تلفزيون بيت لحم اللي هو يعتبر نمبر 1 في المحافظة مع فرقة عناد اللي يعني لها شكر كبير 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 للجهود اللي بتعملها في بيت لحم وفي مناطق ثانية عن جد أول ما بدأت التلفزيون كنت ياريتني في التلفزيون هلا الله يعافيك تعال مش بعيد يعني ما كنت بدي أجي بس تعرف مع السيارة أهلين يا جوني شكرا لك شكرا شكرا عن شو كنا عن تضيف الحجار فحسينا انه مهم انه هالانسان اللي شارك معنا المعاناة كمان يحمل مسؤولية من نوع ما بعرفش يعني كنا نشوف ردود فعل مختلفة لما نعطي الناس الحجر اشي يحكي لنا امضولي عليه لانه بدي اياه ذكرى اشي يحكي لنا انه بالفعل خلقته عندي مشكلة وانا مروح مش عارف شو اسوي في الحجر مش طالع مني اني ارميه وحجر يعني شو بدي اسوي فيه بس بالفعل حسسنا الناس انه عندهم مسؤولية معينة من حملة الحجر يعني هذا بنقلنا لعروضنا في ايطاليا لبعدين لانه كمان في جولتنا في ايطاليا في العروض يعني جمهور اجنبي يعني بالنسبة للغة كان في شوية خوف انه يعني كيف بده يوصلوا هاي المشاعر هالقد حميمية وهالقد واقعية يعني فتفاجأنا انه وصلوا كل احساس احنا حاولنا نعطيه على الخشبة وكانوا تأثر بنفس الطريقة اللي حتى الشعب المصري كان ايش هذا العام يشوفه هلا هذه هي العروض هذا جزء النفق. من العروض في ايطاليا هذا النفق اللي مندخل الناس فيه هذا في روما هذا عرض في روما بالضبط في غزالي غاريبالدي رائدة غزالي في غرفة الكنترول هذا في سويسرا هذا في سويسرا مع التقني عصام الشمال نعم هذا مصرح خالد بجنن في سويسرا حلو في بلنزون هذا ديكوركم هو عبارة عن حجار احنا بس الديكور هو عبارة هذا اللي كنت اضيفه انه الحجار كان لها دور كمان انه اعطيناها للجمهور لانه كانت هي الديكور الرئيسي تبع المسرحية والحجار احنا ما استخدمناهاش الحجار في العرض لانه هي بس رمز للمقاومة الفلسطينية كمان استخدمناها لأنها لها تاريخ نعم حاولنا نظهر أنه بالرغم من كل المعاناة وبالرغم من كل اللي بيصير فينا إحنا مستمرين وإحنا ناس عايشين وبنقاوم وبنحب نعيش وبنحب الحياة يعني ما حكيتوا السياسة بالمسرحية حكيتوا إنسانيات حكينا عن معاناتنا الإنسانية ولأنها زي ما حكت رائدة حميمية وخاصة قدرنا نوصل فيها للجمهور الإيطالي والسويسري بالرغم من أنه كان في مشكلة لغة بس وصلت بدون أي مشاكل لأنه عم نحكي عن تجارب شخصية في النهاية هذا مشهد الموت والاستشهاد في الحمام وإحنا في عنا شهيد اللي استشهد في بيت جالة اللي هو أسامة المغربي اللي استشهد في الحمام فإحنا حاولنا نوصل أشياء إحنا مرينا فيها
كناس من خلال المسرحية. وفي إيطاليا تفاجأنا إنه بعد العروض كان في كتير ناس اللي تسمروا محلهم، في كتير منهم يبكوا وفي كتير منهم مش عارفين يحكوا. أنا شفت شاشة عم تنزل خلال العرض، يعني هذا في آخر العرض إحنا منحط إحنا نشتغل مع أطفالنا في فلسطين. وكيف إنه الموضوع مش موضوع إنه إحنا مدمرين ومش قادرين نعيش ومناكلش ولا منشرب، ولا الموضوع موضوع مقاومة تفاؤل في النهاية. وهذا الفيديو بحكي لكم، بحكي للناس لكل العالم إحنا لسه بنطلع الشارع وبنرقص في الشارع وبنغني مع الأطفال وفي فرح. في فرح. يعني يعني عرض مسرحيته بعدين هو مش استجداء لعطف، لا لا أبدا، ولا أحزنوا علينا إحنا الفلسطينيين أبدا أبدا. كان توصيل، توصيل رسالة إنه إنه يا ناس أنتوا وين وليش لهلا ما حدا حاكي فيه، وبنسأل وبعدين يعني هي بالضبط اسم الرحية، إنه لوقتيش إحنا بنضلنا مكملين في هالمشوار وما فيش حدا متحرك وما فيش حدا عامل إشي. نعم بس أنت بتتابع عفوا بس المسلسل السهرة؟ آه طب حكاية مرات مش دايما. هلا أكيد هلا عم تستنى على التلفزيون ليش نطول عليهم؟ هو معاد المسلسل على الساعة 8 وربع الليلة 8 وربع من اللقاء دردشة، فنكسب الوقت عشان الجمهور متشوق كمان لأحداث المسلسل. أنا بحب كمان أحكي للجمهور عن عروض ميلاد ورمضان في في إيطاليا. طبعا يعني خلال وجودكم كنتوا تقدموا عرض للأطفال وعرض للكبار. عرض ميلاد، رحلة ميلادي ورمضان احنا عرضناها 33 عرض مدن مختلفة في إيطاليا وفي سويسرا، وكان عرض جميل جدا ولاقى نجاح هائل لدرجة انه في كتير مؤسسات اتصلوا فينا بعد ما روحنا وبدهم يانا نرجع نعرض رحلة ميلادي ورمضان في إيطاليا. فكان كتير شعور حلو انه تشوف الاطفال الايطاليين. الطفل الايطالي كان يتجاوب مع المسرحية زي الطفل، زي الطفل الفلسطيني بالضبط. هذا يعني اللي استغربناه وهذا اللي كنا متخوفين منه في البداية. هل قدرنا من خلال جولتنا انه نعكس واقع الطفل الفلسطيني للاطفال الايطالي؟ هل كان في ردود فعل من قبل الايطاليين اتجاه الطفل الفلسطيني؟ بفكر انه كان هالقد قوي، خصوصا احنا سوينا شغله انه عملنا الحكواتي تبع العرض بالطلياني، فهو كان فاهم شو عم تمشي، يعني تخطيتوا حاجز اللغه. فالطفل كان على اتصال مباشر معنا، وكان بالنسبه له هو عم بتعرف على حضاره يعني جديده وناس بس بسمع عنها من بعيد، وبشوف انه المجتمع الفلسطيني هو مسيحي ومسلم، هم مع بعض بيحتفلوا مع بعض، فكان بالنسبه له شيء كثير مهم. واحنا عملنا كمان شغله كثير مهمه انه كنا نحكي مع الاطفال بعد العروض ومع الكبار ونشرح عن فلسطين. فيمكن لازم نشوف جزء من عروض ميلاد رمضان في إيطاليا. نعم. Thank you.
مسرح ميلاد ورمضان اللي جابت شوارع ومسارح مسارح لا اولا جابت شوارع القرى المحافظه والمحافظه طبعاً. على ترك متواضع بامكانيات متواضعه ومن ثم انتقل هذا العمل لسويسرا وايطاليا لاكبر المسارح وكنت في اكثر من شهرين يعني كنا مده طويلة. شهرين تقريبا في ايطاليا وكنا المسرح العربي والمسرح الفلسطيني الاول اللي بدخل كل المسارح الايطاليه والسويسريه اللي دخلناها فاحنا عملنا تاريخ يعني في ايطاليا فيك شو غطت معكم الصحافة؟ كان جزء مهم كمان غير العروض اللي كنا نعملها كنا نعمل لقاءات عامة مع ناس عن طريق مؤسسات لها علاقة في حقوق الإنسان حقوق الإنسان حركات السلام في العالم وكانت هاي اللقاءات كتير مهمة لأنه بتعطي ناس بنحكي لهم عن حياتنا بنحكي لهم عن شغلنا كمسرح بنحكي لهم عن المشاكل اللي بنواجهها هون في لقاء في التلفزيون في مسرح بيكولو في ميلانو اللي هو المهرجان الدولي اللي شاركنا فيه احنا في مدينة ميلانو وكان في تلفزيونات السويسرية وتلفزيون إيطالي يجوا يحكوا معنا لأنه كان كتير بالنسبة لهم غريب يشوفوا مسرح فلسطيني في إيطاليا بالرغم من الظروف الصعبة اللي احنا منعيشها وعم بقدم عرض استعراضي فرح راقص غناء يعني أكتر جملة يعني سمعناها إنه من مخرج إيطالي إنه استغرب للعرض من ناحية واحدة إنه عارف شو الخلفية اللي إحنا جايين منها هذا اللقاء في الإذاعة كان سامعك إنه عارف شو الخلفية اللي جايين منها وشو المعاناة اللي بنعانيها هون وبالرغم من كل هذا شاف الفرح وشاف الضحك وشاف الابتسامة في عرضه يعني نستغل هاي الفرصة وبظهر زميلنا الفنان محمد عواد وسامي المتواسي نوجه لهم تحية عبير المصو كمان والفنان الجديد ربا اللي انضمت لفريق عناد امبارح بدأت الشغل معنا كتير مبسوطين انه هي بدأت معنا هذا لقاء إذا بنطلع على التلفزيون لقاء لصحفيين صغار أطفال برنامج للصحفيين الأطفال اللي أجوا على مسرح بيكولو وعملوا لقاء معنا وتاني يوم كتبوا هذا اللقاء في الجريدة في جريدة في في, في, في إيطاليا أقترح عليكم لأنه باقي معنا 3 دقائق إنه كل واحد يأخذ دقيقة ينهي واللقاء الدردشة أظني مهم قبل ما ننهي لازم نحكي للناس إيش عاملين إحنا في خلال سنة 2002 بالضبط لأنه عندنا كتير مشاريع يعني تقلب الورقة لا تبليش تاني طبعا إحنا من ضمن الشغلات اللي رح نعملها السنة في المخيم الصيفي اللي إن شاء الله رح نستمر فيه للسنة الثالثة اللي رح يكون في شهر 7 خلال 3 أسابيع من شهر 7 رح يكون عندنا المخيم الصيفي أيوة تدريب الدراما بالمدارس خالد انت ادرى بهذا الموضوع اللي شغال بمدارسنا هون في محافظه كمان في شيء مهم في تدريب الدراما انه مجموعه عنود راح تبدا في انتاج عمل اول عمل لها راح ينتهي ان شاء الله في شهر 5 وراح نعمل له جوله عروض إن شاء الله. في المناطق بالضبط احنا كثير مبسوطين لانه الطلاب اللي بياخذوا معنا في مدرسة دار الكلمة وفي المدرسة الوثرية بالضبط وفي قرية الأطفال كمان في عنا مجموعة وطبعا عنا السنة كمان إنتاجات جديدة إنتاج للكبار راح نبدأ فيه من أول 3 تدريبات إن شاء الله وإنتاج للصغار طبعا إن شاء الله آخر السنة وبعدين من وقت ما رجعنا من إيطاليا زي ما قلنا كان في كتير اتصالات من مؤسسات إيطالية إنه إحنا نعود نرجع ونعرض حتى كانوا بدهم إيانا نرجع في شهر 3 بس كتير صعب فإحنا اخترنا أنه نلبي دعوتين دعوة لمهرجان في روما بالتنسيق مع اليونيسف ودعوة لإنتاج عمل مشترك مع فرقة إيطالية في محافظة سردينيا في شهر 9 وإن شاء الله نقدر كمان ننتج عمل للأطفال خلال السنة إذا حسبنا على الدعم اللازم له يعني. إحنا قبل ما ننهي بنحب نخبر المشاهدين إنه مسرح عناد لسه عنده عناد ورجع على مقر مسرح عناد هو ما ترك أصلا المقر إحنا موجودين ومفتوح يوم للكل. الجمعة على الساعة 12 في عنا عرض لمسرحية للأطفال بعنوان الفتى والذئب مستضيفين المسرح الوطني الفلسطيني بنحب نكون معكم أكثر يا ريت تزورونا بالمسرح حتى تتعرفوا أكثر على نشاطاتنا أنا من ناحيتي سعيد جدا إنه تلفزيون بيت لحم أعطاني الفرصة إنه نكون موجودين مع بعض وفي
أظن إحنا كمان نسينا نقول للأطفال إنه المسرح رح يكون مفتوح حوالي 3 أيام في الأسبوع لورشات عمل للأطفال ولفيديو حضور أفلام برامج مختلفة رح نعلن عنها إن شاء الله. كنا كتير مبسوطين الليلة بهالدردشة. أنا مبسوط معكم. شكرا على الدردشة والناس دردشت معنا وفي البيوت. نحس إنه مهم نوصل للناس إيش إحنا منشتغل لأنهم يشوفونا جايين يشوفونا منسافر ومنرجع ما حدا بيعرف شو منعمل. فإحنا كان هدفنا إنه نوصل للناس إحنا يا عالم أنتوا اللي بتساعدونا بتوقفوا معنا شكرا إلكم وإحنا منشتغل عشان نتيجة وإحنا يعني بدعمهم النفسي والمعنوي هو اللي بخلينا فعلا نستمر لأنه لولا وقفتم معنا وقولوا لنا يلا 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 كنا يمكن تعبنا والمادي مهم كمان شكرا لك على خير ونتمنى للمشاهدين مشاهدة طيبة لمسلسل حكاية أمل أظن اصبحوا على خير اصبحوا على خير باي باي حيوا العلماء حيوا العلماء